السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة مع منتج جديد من المنتجات اليابانية. اللي قدامنا ده كاسيت سانيو، بنسميه سانيو العروسة. هو موديله كده، هو سانيو صغير، راديو، فيه راديو اف ام وام واي ام، اف ام واي ام، وطبعا صنع في اليابان، لونه زي ما احنا شايفين احمر. ده جهاز كاسيت وراديو صغير بيشتغل بمحول اهو، يعني مش فيش محول، هو المتعدد 9 فولت، وبيشتغل برضو بستة حجر قلم زي ما احنا شايفين اهوت. ده طبعا صنع في اليابان. ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم ونشوفه مع بعض. 8-71 والمجمعة تتمنى السلامة للجميع وهي دائما في خدمة. انا بقول لها في فرحة بنوتة، نظفت البيت بنفسي كويس. راديو اي ام واف ام، بيشتغل طبعا بمحول ادابتر زي ما احنا شايفين، لونه احمر، في منه طبعا الوان تانية وحسب ما بيجي معانا ان شاء الله، وطبعا ياباني. ونتقابل